السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بعد الانتخابات التشريعية مؤخرا، هل ترى انه فما امل الاقتصاد متاع التونسي والمعيشة تتحسن؟ تعرف اللي السياسة هي انعكاس معناها الاقتصاد، وهي القاطرة معناها رخاء المشهد واستقرار المشهد السياسي هو اللي مش يقودنا للازدهار الاقتصادي. والله العظيم صعيب برشا، خاطر البلاد هذه مازالت ما تصلحتش، وكي تنتخب رئاسة ولا تشريعية ولا أحزاب، أنا عمري ما ننتخب وبرشا عباد ما ينتخبوش، مادام مازالوا في القهاوي قاعدين، واللي ما عندوش شهادة ما يخدمش، واللي ما عندوش دبلوم يقرمش، واللي ما عندوش مويان تاع قراية ما يخدمش، مازالت ما تصلحش البلاد. يحبوا كان ولاد سفلان ولاد سفلان يخدموا فيها البلاد، معناها لذلك بطبيعته هو ما عادش باش يخمم لا في سياسة ولا بلاد وش فيها ولا اش ما فيهاش، أعطيه باش يخمم باش يمركي نهارو العبد، ما عادش يخمم في السياسة، ما عادش يخمم باش يكون تشد رئيس، يخمم كان كيفاش باش يمركي نهارو، كيفاش يجي لا يوكل ولده ولا يوكل داره ولا يهز حاجة، ما عادش يجي يخمم في حتى شيء في البلاد. خاطر إذا كان أنت ما تبدلش وما تساهمش في تغيير القناعة هذه، كيفاش تحب الناس معناها باش تجيك تقول لك إجا بدل؟ هو أنت يلزمك كمواطن تحاول تنخرط في العمل هذا وتحاول تعطي رأيك وصوتك. كل خمس سنين يمشي وينتخبوا كل مرة، ها وانتخابات انتخابات، وشنو ولا فاتهون هما ولا غيرهم؟ ما فاتنا حد. العباد ماشى كلها في شكوفات، ماشى تحرق رامي روحه، يقول لك الموت الهني، علاش ماشوا؟ زعموا خاطره متفرهده، مو خاطر عايش في الميزيرة وعايش في الفقر وعايش في العذاب، يفز الصباح يقعد كيك، عباد تخدم وعباد مشاريعها يجيو لك، لا ما عندوش شهاده بطاله يجي اخويا حلوا له المعمل خليه يخدم، شو المشكل؟ حل المعمل هذا بطاله، شو لازمو شهاده ولازمو بيتروا ولازمو مش عارف بيكاتو، عاد كبير يعمل مش عارف اني فيزا اصلا باش يخدم. بالحق راه معناها بالحق الدولة ما عادش تشجعك باش تمشي تعاوننا ولا باش تمشي تنتخب ولا باش تنجم تضيف لها حتى شيء، خاطر هي مش قاعدة تضيف العباد نتاعها.